بسم الله الرحمن الرحيم. دخلنا بعد كده على الجزئيه بتاعه الستارت اب فيها اي مشاكل. طب افرض بقى دلوقتي ان انا عايز اعمل باك اب للستارتر ده عشان مثلا لو طيرت واحده بالغلط ولا حاجه يبقى عندي كوبي. تمام. فممكن ان انا اسلكت على اللي انا عايزاه زي مثلا دي واقول له سيف از كابينت. تمام. زي مثلا احطها على الديسكتوب واسميها الاسم اللي انا عايزاه سيف. تمام. بعد ما سيفها جيت في مره بالغلط وقلت له ايه ديليت للجروب بوليسي دي ينفع ارجعها تاني؟ ازاي؟ لود كابينت براوز فور كابينت لان الامتداد بتاعها بيبقى دوت كيب. تمام. اوكي جت تاني يعني. طب افرض دلوقتي خدوا بالكم اللي انا عملته ده ان انا سيفت ايه واحده بس عملت باك اب لواحده بس. طب افرض ان انا عايز اعمل باك اب للكل هكليك يمين على الكلمه ذات نفسها ستارتر جروب بوليسي دي. تمام. واقول له باك اب اول. تمام. طب بالنسبه لللوكيشن زي مثلا احطه تحت تحت الدوكيومنتس مثلا. تمام. وادي لها اي ديسكريبشن كده اسميها مثلا ايه اتش كيو هيد كوارتر باك اب هيد كوارتر. يلا تمام. اوكي. لو انا دلوقتي مثلا دلتهم بالغلط عايزه ان انا ارجعهم تاني بقول له ايه مانج باك اب وارجع اللي انا عايزاه. واضحه كده؟ تمام. ده بالنسبه للباك اب بتاع الستارتر. لو انا جيت دلوقتي على اي جروب بوليسي من دول كليك يمين اديت نكبرها كده شويه ندخل على بوليسيز تحت ادمنستريتيف تابلتس. اخدتوا بالكم اول ما ضغطت عليها لقيته كتب لي هنا كلمتين كده بيقول لي ايه بوليسي ديفينيشن اي دي ام اكس فايلز ريتريفد فروم لوكال كمبيوتر. ريتريفد فروم مين؟ لوكال كمبيوتر. يعني ايه؟ هي الجروب بوليسي دي جايبها منين؟ قال لك اساسا موجود عندي تحت السي تحت ويندوز تحت فولدر اسمه بوليسي ديفينيشنز. تحت فولدر اسمه ايه؟ بوليسي ديفينيشنز. تمام. ده عباره عن مجموعه من ملفات امتدادها اي دي ام اكس. بالمناسبه اقدر ان انا اقول لها اوبن ويز وافتحها عادي جدا بالوورد باد او بالنوت باد. لو انا ليا بقى في ال HTML اقدر ان انا اعدل فيها. تمام. يبقى ايه بتسال؟ تمام. يبقى ده المكان بتاع مين؟ الجروب بوليسي. تمام. تاني ركزوا في الكلمه دي عشان كمان شويه هتتغير باذن الله. بيقول لي جاتها منين؟ ريتريفد فروم مين؟ لوكال كمبيوتر. تمام. هو في مكان تاني الجروب بوليسي بتاعتي ممكن تبقى موجوده فيه؟ منين؟ لو انا جيت دلوقتي تحت ران باك سلاش باك سلاش بي دي سي على كنا قلنا اساسا ان فئه الدومين كنترولر اول ما بسطب الجهاز بتاعي يبقى دومين كنترولر بيشير عندي فولدرين فولدر اسمه سيسبول وفولدر اسمه نت لوجن. شفنا النت لوجن قبل كده صح؟ طب لو انا دخلت على السيسبول تعالوا نشوف كده ايه اللي جواه تي شوت هلاقي هنا بوليسيز وبصوا ظهر ايه؟ ستارتر جروب بوليسيز لان انا عملت لها انيبل. تمام؟ لو دخلت تحت بوليسيز ادي 1 2 3 4 5 هي دي البوليسيز بتاعتي. بصوا كده لو جيت هنا راح فين الجروب بوليسي؟ ادي 1 2 3 4 5. تمام؟ عايز تعرف كل واحده بتاعت ايه؟ لو دخلت على ديتيلز شايف الرقم ده صلاح اليونيك اي دي؟ تمام؟ ده الريستريكت يو اس بي. الويندوز ما بيفهمش اصلا يعني ايه ريستريكت يو اس بي، انت كاتب الاسم ده ليك انت، لكن الويندوز فاهم ايه؟ الرقم ده. اوله 3 واخره 7، نبص هنا كده تاني، اوله 3 واخره 7. مش ده، يبقى ده 3 واخره 7، هو ده. تمام؟ لو جيت دلوقتي على اي واحد تاني لمادة ما تاخدش منك غير لمادة. تمام؟ هلاقي ده مثلا اوله ايه؟ 5 واخره ايه؟ حاضر اهو 5 واخره ايه؟ هو ده. تمام؟ يبقى من الاخر اللي قدامي دول هما دول مين؟ الجروب بوليسز اللي متطبقه. تمام؟ لو انا جيت دلوقتي بقى هنا كده على الفولدر اللي اسمه بوليسي ديفينيشن ككل كده على بعضه كوبي. تمام؟ وهاجي احطه في المسار ده تحت بوليسز هحطه هنا. تمام؟ لو جيت دلوقتي بس قفلت الشاشه دي وجيت افتحها تاني اي واحده منهم كليك يمين اديت وادخل هنا تحت بوليسي تحت ادمنستريتيف تمبلتس لقيته هنا بيقول لي ايه
ريتريفد فروم ايه؟ مش لوكال بقى، كانت الاول لوكال صح؟ المره دي سنترال ستور. ليه؟ قال لك اصل جهاز الكمبيوتر دلوقتي بيبص على مكانين للبوليسي، لو هو لقى دلوقتي بوليسز موجوده عندي او جروب بوليسز متطبقه تحت المسار اللي احنا لسه شايفينه ده اللي هو السيز 1، هو ده اللي بيشتغل. طب لو ما لقاش يبدا يبص ان كان عندي الفولدر بتاع البوليسي ديفينيشن فيطبق البوليسز اللي موجوده هنا، يطبق ايه؟ البوليسز اللي موجوده هنا. هتفرق معايا الكلمتين اللي انا قلتهم دول في حاجه؟ اه جدا. افرض دلوقتي ان انا عندي على جهاز كمبيوتر تاني خالص بويندوز تاني خالص، تمام، مجموعه من البوليسز متظبطه افضل، افضل من الحبه اللي موجودين قدامنا دول، تمام. ممكن ساعتها اجي على جهاز الكمبيوتر التاني ده الويندوز التاني ده اخد الفولدر اللي اسمه اساسا بوليسي ديفينيشن من عندهم احطه عندي انا في المسار ده، تمام، يبقى ساعتها هيظهر مجموعه اكبر مثلا من البوليسز، تمام. اديكي اكزامبل تاني يا رضوى عشان تفهمي انا اقصد ايه. دلوقتي البوليسز اللي انا مطبقاها دي شايفين شكلها تاني عامل ازاي؟ عشان الشكل بتاعها دلوقتي هتتغير تاني، تحت مثلا يوزر كونفيجريشن، تحت بوليسز ادمنستريتف تمبلتس، شايفه قد ايه؟ تمام. ايه رايكم تاني ان انا ممكن ان انا ازودهم؟ يعني ايه رايكم ممكن ان انا اظبط هنا بوليسز ليها علاقه بالاوفيس؟ في هنا اي حاجه تدل ان هنا ليها علاقه بالاوفيس؟ لا. تمام. مايكروسوفت على سبيل المثال عندها اصلا سوفت وير كده موجود على الموقع بتاعهم بيظبط لي البوليسز دي اكتر واكتر، يعني ممكن ان انا اطبق بوليسز اكتر كمان من الليسته اللي قدامي دي، تمام. زي مين؟ لو انا دخلت على موقع مايكروسوفت انا اوريدي منزلاه بدل ما اضيع وقت، تحت بروجرامز جروب بوليسي تحت بروجرامز، يبقى كان تحت دي على طول ولا فين؟ هي اوفيس 2016، سوري اوفيس 2016 جروب بوليسي اي دي ام اكس فايلز. ده زي ما قلت لكم فايل اصلا انا جايباه منين؟ من موقع مايكروسوفت، تمام. لو انا اخدته دلوقتي كده كوبي وحطيته عندي هنا على السيرفر وسطبته، تمام، هكريت بس هنا كده فولدر اسميه اوفيس جي بي او وهسطب السوفت وير ده اكسبت كونتينيو، تمام، واحطه عندي على الفولدر اللي انا مكريته اللي هو ده. هو دلوقتي ده مش تسطيب للدقه، الامتداد الاي اكس اي مش دايما بيبقى تسطيب، ده فعلا عباره عن ملف مضغوط وانا كده بفك الضغط بتاعه. في بعض الملفات المضغوطه بيبقى امتدادها اي اكس اي، تمام. لو جيت دلوقتي تحت الاوفيس ده بقى الفولدر اللي انا كريته عندي هنا مجموعه من الملفات اي دي ام اكس، تمام، وفي هنا مجموعه كبيره قوي من اللغات، انا بصراحه مش انترستد في اللغات دي كلها فهدلت كل ده ما عدا الانجليش ما عدا اليو اس، تمام. هاخد بقى الملفات دي كلها كده كوبي واحطها فين؟ مش تحت بوليسي بقى ديفينيشن، امال احطها تحت مين؟ المسار اللي هو الطويل اللي تحت السيز فول، لان خلاص بقى ريتريفد فروم سنترال ستور مش من اللوكال كمبيوتر خالص، تمام. هاجي تحت بوليسي ديفينيشن هنا واحطهم مع اصحابهم هنا، مش هي كانت برضو بعض الملفات اللي امتدادها اي دي ام اكس، تمام. طيب تعالوا بقى كده نتست، لو جيت هنا هقفل ده كله كده ونفتحه تاني، اي واحدة من دول، كليك يمين edit، لو دخلت تحت administrative templates ايه رأيكم؟ ظهر كمجموعة كبيرة جدا من البوليسز ولا لا؟ تمام؟ يبقى تاني اللي انا عملته دلوقتي ان انا فعلا جبت السوفت وير ده من موقع مايكروسوفت نزلته من موقع مايكروسوفت وسطبته بايدي. لكن افرض تاني ان كان عندي جهاز كمبيوتر عليه مجموعه من البوليسز تحت الفولدر اللي اسمه بوليسي ديفينيشن وفي مجموعه كبيره اكتر من دول كمان، اخد الفولدر اللي اسمه بوليسي ديفينيشن احطه عندي تحت السيز فول، هيريتريف من السيز فول، هيسمع من السيز فول، تمام، اللي هو السنترال ستور. واضحه الجزئيه دي؟ في اي مشاكل فيها بحاجه؟ طيب تعالوا بقى دلوقتي كده هنا الستارتر دي خلاص، تمام. لو انا حبيت دلوقتي ان انا اطبق بوليسي على مستوى السايت، احنا عارفين ان انا اصلا كنا مكريتين اصلا اتنين سايت، واحد زجزج واحد معادي، تمام. طب لو جيت وقفت هنا في حاجه؟
لا لو انا دلوقتي عايزه ان انا اطبق البوليسي على مستوى السايت الاول قصر السايت هكليك هنا يمين واقول له شو سايت انا عايزه دلوقتي قصر السايت بتاع كذا تمام لو قلت له اوكي تعالى بقى على السايت اللي انت عايز تطبق عليه البوليسي كليك يمين واقول له لينك ان اكزيستنج جروب بوليسي وطبق البوليسي اللي انت عايزها ده طبعا الفرق المعادي بس بالظبط على كل الدومين كنترولرز اللي تحت السايت اللي اسمه المعادي واضحه كده طيب دلوقتي لو انا عندي مجموعه من البوليسز تمام انا ممكن مثلا يكون عندي مجموعه من البوليسز انا مطبقها لوكالي صح لوكالي وبعد كده مطبقه بوليسز على السايت بوليسز مختلفه وبعد كده مطبقه بوليسز على الدومين وبعد كده مطبقه بوليسز على الايو خدوا بالكم من حاجه كل واحد من دول بوليسي مختلفه تمام يبقى ال ال دي المقصود بيها اللوكال اس على مستوى السايت دي على مستوى الدومين او يو اللي هي مستوى الاو يو اللي جواها كاس الكمبيوتر او اليوزر ده تمام مين اللي هيتك افكت مين اللي هيشتغل قال لك الويندوز هيعمل بروسيسنج الاول لللوكل هيعمل بروسيسنج لمين لللوكل بعد ما يعمل بروسيسنج لللوكل هيعمل بروسيسنج للسايت بعديه على الدومين بعديه على الاو يو يبقى مين اللي هيتك افكت اخر حاجه السيستم عمل لها بروسيسنج يبقى مين اللي هيشتغل اصلا على جهاز الكمبيوتر او اليوزر اللي متطبق على مستوى مين الاو يو مش بس كده ده الاو يو دي ممكن تكون او يو بيرنت وتحتيها او يو تشايلد يبقى مين اللي هيتك افكت اللي على مستوى التشايلد تمام ما كنتش مكريته اي اوبجكت عندي على او جروب بس على التشايلد مين اللي هيشتغل الاو يو اللي على البيرنت طب ما كنتش مكريتين اللي على مستوى الدومين وعشان كده من شويه اصلا يا مي يا مي كنت بقول لك دلوقتي مثلا انا عندي مجموعه من البوليسز مطبقه على الدومين ككل تمام فده هيسمى على مين كل الاو يوز اللي تحتيه الا اذا انا اصلا جيت على واحد من دول وقلت له عدل لي البوليسي وعملتها حاجه مختلفه عن الديفولت دومين بوليسي واضحه طب افرض دلوقتي ان انا مثلا هنا عدلت بوليسي معينه تمام وهنا العكس مين اللي هيشتغل على الاويو مثلا تمام انا مطبق هنا بوليسي على مستوى الاويو قلت مثلا اصفر لي الكنترول بانل مثلا وجيت على مستوى الدومين قلت له اخفي الكنترول بانل مين اللي هيشتغل اللي على مستوى الاويو الا اذا انت ساعتها جيتي على مستوى البيرنت ده كليك يمين وتقولي له انفورسد كليك يمين وتقولي له ايه انفورسد انفورسد يعني ايه يعني طبق لي البوليسي اللي متطبقه على مستوى الدومين ده تمام رغم ان هي عكسيه او عكس اللي انا معملاه يعني على مستوى الدومين على مستوى الاويو يبقى من الاخر مين اللي هيتك افكت البيرنت ده سؤال بقى لما انا في البيرنت خاف النوتيفيكيشن وجيت في الثاني خاف البلوك بس ساب النوتيفيكيشن على الديفولت تمام في الاثنين بص بقى هيقفل البلوك ويسيب اصبر يلا اصبر الاول بص كده الانفورس دي ايه عليها قفل صح لو انا شلت الانفورس القفل اختفى تمام بص يا باشا احنا قلنا قبل كده في فرق ما بين ديسيبلد ونوت كونفيجرد صح رغم ان انت يتهيأ لك ان الاثنين واحد ما انا عاملها نوت كونفيجر هيخفي الساعه او سوري هيسيب الساعه هيسيبها ظاهره وديسيبلد برضه هيسيبها ظاهره صح تمام لو انت قلت له نوت كونفيجرد يبقى معنى كده ان اللي فوق ده هو اللي بيسمع عليه انما لو انا جيت صراحه هنا قلت له ديس ايبل يبقى انا بلغي الجروب بوليسي كده يعني الا اذا جيت على مستوى البيرنت بتاعه كده اللي في حالتي هو الدومين كنترولر ككل اللي متابع على مستوى الدومين ككل قلت له ايه انفورس يعني ممكن اعمل جروب بوليسي معين تمشي على الشركه كلها دي هتبقى شغاله اساسي وبعد كده احدد لكل واحد مثلا عايز يشتغل عليه بالظبط وكده كده زي ما اتفقنا في اصلا مجموعه من البوليسيز متطبعه على مستوى الدومين ككل وبالمناسبه اصلا طالما سالت بيها صلاح مش ريكومندد ان انا اعدل فيها خالص تمام ليه افرض عن كتف حاجه هو انا عندي امر هوريه لكم باذن الله ارجع كل حاجه على الديفولت ينفع تمام بس برضه مش ريكومندد ان انت تلعب في حاجه في البوليس دي لينك واحده من دول على الدومين يعني انا ممكن اجي على مستوى الدومين كده واقول له لينك ان اكزيستنج جروب بوليس واطبق واحده كمان تمام حاجه كمان سيلز انا بطبق عندي كذا بوليسي اهو تمام افرض ان انا كنت عامله هنا حاجه وتحت حاجه عكسيه يعني جيت هنا قلت له اصفر الساعه وتحتيها قلت له اخفي الساعه
ما الاثنين متطبقين على مستوى نفس الاو يو، مين اللي هيشتغل؟ لا ما انت عادي، مش حوار غبي، مش حوار غبي يا صلاح. اصل انت الحاجات دي عاده اصلا بتبقى تراكميه، كل فتره انت بتعمل جروب بوليسي شكل، فانت ممكن تنسى عادي يعني. تمام، ساعتها مين اللي هيتك افكت؟ لو جيت على السيلز كده، بص هنا في التابه الاولانيه لينك جروب بوليسي اوبجكت بيمشي بالترتيب ده. فلو انا في الاولانيه مثلا دي قلت له اسر الساعه وتحت قلت له اخفي الساعه، يبقى مين اللي هيشتغل اسر الساعه الاولانيه؟ يعني هي ماشيه بالترتيب بالظبط. تمام، عايز تعكس انت نزل دي كده، وضحت كده؟ ده بالنسبه لمين؟ للبوليسز لو حصل فيها كونفليكت بينها وبين بعض، اللي متطبق على مستوى مين؟ الاو يو دي. خلاص تمام، ندخل بقى في اللوب باك بروسيسنج. لوب باك بروسيسنج، ايه اللوب باك بروسيسنج ده بقى؟ انا هفترض دلوقتي ان انا عندي اثنين او يو، الاو يو دي جواها يوزر معين تمام، والاو يو الثانيه دي يا رضوى جواها كمبيوتر معين تمام. ام جاي اليوزر عمل لوجن على جهاز الكمبيوتر اللي تحت او يو اللي انا مطبق عليها بوليسز مختلفه. تاني عندي اثنين او يو تمام، او يو اساسا حاطه جواها اليوزرز، واو يو ثانيه خالص حاطه جواها اجهزه الكمبيوتر زي ما انا عامله كده تمام. اليوزر جه عمل لوجن على جهاز كمبيوتر تمام، متطبق عليه بوليسز مختلفه عن البوليسز اللي المفترض ان هي متطبقه على الاو يو اللي هو فيها، مين اللي هيتك افكت؟ اللي متطبق على اليوزر. مين اللي هيتك افكت؟ اللي متطبق على اليوزر. يعني انا جيت دلوقتي على جهاز الكمبيوتر قلت له مثلا اخفي الساعه، وعلى مستوى اليوزر قلت له اسر الساعه، رغم ان اليوزر داخل على جهاز الكمبيوتر ده اللي انا قايله اخفي عليه الساعه، بس هتسال عنده الساعه، ده الديفولت. الا اذا انا بقى عدلت في اللوب باك بروسيسنج. لو عدلت فين؟ في اللوب باك بروسيسنج. ايه اللوب باك بروسيسنج ده بقى؟ تعالوا نكريت واحد كده ونلينكها على سيلز، كليك يمين هنا اقول له لينك او كريت لينك لوب باك بروسيسنج تمام. لو جيت دلوقتي هنا على اللوب باك بروسيسنج، كليك يمين اديت، وجيت دخلت هنا على سيستم ويندوز تمبلتس او ادمنستريتيف تمبلتس، ودخلت هنا على سيستم. طب برضو كتير، طب اقول لكم على حاجه، تعالوا نفلتر، فلتر اوبشنز، هقول له سيرش على لوب بيك. لوب باك سوري انا اللي غلطانه، هي تحت كمبيوتر مش يوزر. لو جيت دخلت هنا كده تمام، تحت سيستم فلتر اون، تحت سيستم تمام. لقيت هنا بيقول لي كونفيجر يوزر جروب بوليسي لوب باك بروسيسنج مود، اقروا بقى هنا شويه الاوبشنز اللي تحت دي، الكلمتين اللي بنقولهم تمام. باي ديفولت اليوزر جروب بوليسي اوبجكت ديترماين ويتش يوزر سيتنجز ابلاي، يبقى اللي هيطبق على مستوى هو مين؟ اف ذا سيتنجز از انيبل، لو انا عملت انيبل للسيتنجز ده، ذن وين ا يوزر لوجن تو ذيس كمبيوتر ذا كمبيوتر جروب بوليسي هو اللي هيتك افكت. صح، بس انا لو قلت له انيبل قال لي هنا المود بتاعك ميرج ولا ريبليس، يعني ايه ريبليس؟ يبقى ده معناه ان اللي متطبق على مستوى جهاز الكمبيوتر هو اللي هيتك افكت، هيعمل اوفر رايت على اللي متطبق على مستوى اليوزر تمام. لكن لو قلت له ميرج هيدمج الاثنين مع بعض، لكن في حاله الكونفليكت اللي على مستوى الكمبيوتر كونفيجريشن هو اللي هيتك افكت. وضحت كده؟ ده اللي هو الموضوع بتاع مين؟ اللوب باك بروسيسنج. تعالوا نقلب بقى كده شويه في التبات اللي موجوده عندي دي. اول حاجه سكوب، اعتقد كده متهيألي واضحه تمام، هي متطبقه على مستوى الاوثنتيكيتد يوزرز صح. لو حبيت اعمل ديسيبل
يبقى قلنا هاجي على التابة بتاع الديليجيشن وادفانسد واد واضيف اليوزر واخليه ديناي زي ده كده تمام. طيب ندخل على ديتيلز. بيقول لي دلوقتي الجروب بوليسي كرييتد امتى موديفايد امتى تمام. اليوزر فيرجن يعني ايه اليوزر فيرجن؟ على مستوى دلوقتي طبعا احنا عارفين ان انا عندي جزئيتين قلنا شكين للجروب بوليسي على مستوى اليوزر وعلى مستوى الكمبيوتر. كل تعديل انا بعمله في الجروب بوليسي ده بيزود الرقم ده بواحد. يعني بيقول لي هنا على مستوى اليوزر انت عدلتي كام تعديل؟ واحد. وعلى مستوى الكمبيوتر انت عدلتي كام تعديل؟ واحد. واضحه؟ تعالوا نجرب واحده ثانيه كده. مثلا ديسك توب والبيبر قال لي انت عدلتي بس في الجزئيه بتاعه اليوزر. فعلا انا كنت معدله في جزئيه اليوزر بس في الخانه بتاعه اللي هي او في البوليسي بتاعه الديسك توب، انما بالنسبه للكمبيوتر ما عدلتش فيه حاجه خالص تمام. اليونيك اي دي قلنا الرقم ده اللي ظهر عندي تحت السيس فول تحت الفولدر المتشاير اللي اسمه سيس فول تمام. الجي بي او ستيتس بقى هي حالتها ايه دلوقتي؟ انيبل تمام. ممكن اقول له ان الجروب بوليس دي دلوقتي حالتها ديسيبل ماشي، او ممكن اقول له كمبيوتر كونفيجريشن هي بس اللي ديسيبل. يعني ايه؟ لو انا اخترت الاختيار ده كده هو انا عدلت في انهي جزئيه؟ اليوزر ولا الكمبيوتر؟ جهاز الكمبيوتر لما بيجي يقوم بيبدا يعمل داونلود للبوليسز كلها سواء الجزئيه بتاعت الكمبيوتر كونفيجريشن او الجزئيه بتاعت اليوزر كونفيجريشن، بيعمل داونلود للاثنين. لكن دلوقتي مثلا انا مش معدله في اي حاجه خالص ريليتد بالكمبيوتر كونفيجريشن، ليه اخلي اليوزر اصلا او جهاز الكمبيوتر يعني بتاع اليوزر يبدا يعمل داونلود لجزئيه كمان الكمبيوتر كونفيجريشن رغم ان انا مش معدله فيها حاجه، وبالتالي يعمل لود على الباند ويث بتاع الشبكه بتاعتي وخلاص. صح؟ يبقى ريكومندد ان انا اقول له لا لا لا، بالنسبه لجزئيه الكمبيوتر كونفيجريشن هي ديسيبل. يبقى كده اليوزر لما يجي يلوجن على جهاز هيعمل داونلود لمين؟ للجزئيه بتاعت اليوزر كونفيجريشن بس. او هنا برضو اليوزر كونفيجريشن سيتنج ديسيبل نفس الكلام بالظبط. يبقى ده معناه ان اليوزر لما يجي يعمل لوجن على جهاز الكمبيوتر بتاعه هيعمل داونلود للجزئيه بتاعت الكمبيوتر كونفيجريشن بس مش اليوزر كونفيجريشن. اللي هو في حالتي هنا ما ينفعش طبعا لان انا اوريدي معدله في اليوزر تمام. بس دلوقتي مثلا في حالتي انا اخلي الاثنين انيبل، بس بي فيري كارفول انا عن نفسي افضل ان طالما انت معدل في جزئيه واحده بس يبقى تعمل ديسيبل للثانيه تمام. طيب لو دخلت على سيتنجز قلنا السيتنجز دي بتعمل ايه؟ بتجنريت كده ريبورت اصلا بيعرفني ايه هي السيتنجز اللي انا عدلتها هنا، بدل ما اقعد ادخل جوه واقعد ادور ولعبت فين والهيصه دي كلها. لا لو قلت له شو قول بيعرفني انا لعبت في ايه بالظبط. هنا مثلا انا فعلا كنت عدلت في الجروب بوليسي وحطيت له المسار بتاع اليو ان سي اللي هو الصوره دي. واضحه؟ تمام. ده طبعا هنا اكزامبل انما المسار اهو تمام. ديليجيشن شفناها تمام. ايه تاني هنا؟ الجروب بوليسي بقى ازاي ان انا اخليه يتطبق على اجهزة الكمبيوتر؟ احنا كنا قلنا لو هعدل في جزئية الكمبيوتر كونفيجريشن الكلام ده مش هيتيك افكت الا بعد قد ايه؟ بعد الريستارت. لو انا عدلت في الجزئية بتاعت اليوزر كونفيجريشن الكلام ده هيتيك افكت امتى؟ بعد الساين اوت والساين ان تاني. دي طريقة دي طريقة تمام؟ في كذا طريقة عشان اخلي الجروب بوليسي يتسمع على الاجهزة بتاعت الكلاينتس. زي ايه؟ على سبيل المثال في عندي مثلا امر تمام في الدف امر اسمه جي بي ابديت. امر اسمه ايه؟ جي بي ابديت جروب بوليسي ابديت تمام. الفكره بقى بتاعته دلوقتي ان هو هيعمل لي داونلود للاثنين زي ما اتفقنا، الكمبيوتر بوليسي كومبليتد سكسسفولي واليوزر بوليسي كومبليتد سكسسفولي. طب افرض دلوقتي ان انا مثلا عايزه اعمل داونلود للجزئيه بتاعت الكمبيوتر بوليسي بس، يبقى هقول له جي بي ابديت تمام. بدل ما استخدم او بدل ما احفظ لو قلت له على واستخدم الهيك، عندي هنا اوبشن اسمه على تارجت نقطتين فوق بعض واحدد كمبيوتر او يوزر. يبقى انا دلوقتي لو قلت له جي بي ابديت على تارجت نقطتين فوق بعض يوزر على سبيل المثال، هلاقيه دلوقتي بيعمل لي داونلود للبوليسي بتاعت اليوزر بس مش الكمبيوتر. اخدتوا بالكم؟ عمل داونلود لجزئيه مين؟ اليوزر بس تمام. لو انا قلت له دلوقتي كمبيوتر هيعمل داونلود للجزئيه بتاعت الكمبيوتر بس.
تمام. تاني عشان تحسوا بالفرق، لو انا ما استخدمتش الاوبشن ده اصلا هيعمل داونلود للاثنين، اليوزر كونفيجريشن والكمبيوتر كونفيجريشن. طبعا كل ما كونفيجريشن اكتر كل ما تكون بالظبط. تمام، عمل داونلود للاثنين. تمام، طيب دي طريقه ثانيه، بس تراست مي اكتر طريقه فعلا ريلايبل الريستارت والساين اوت والساين ان، دي فعلا اكتر طريقه ريلايبل بنشتغل بيها. تمام، في عندي كمان امر في الباور شيل طبعا هيديني ايرور دلوقتي لاني لازم ادخل ران از ادمنستريتور، اسمه انفوك يا مسهل الحيل، انفوك جي بي ابديت. تمام، الامر صح، بس المشكله بس بيقول لي اكسس دينايد ليه؟ لان المفترض ان انا اشغله ران از ادمنستريتور، وعشان كده انا مش بفضل الامر ده، لان مش معنى ان انا دلوقتي ان انا انفذه ان انا ادي اليوزر الباسورد بتاع الروت او ارسل للادمنستريتور. واضحه؟ تمام، لو جينا دلوقتي فتحنا السي ام دي ران از ادمنستريتور ودخلنا منها الباور شيل هيشتغل عادي مش هيدي الايرور ده. تمام؟ طيب دي طريقه ثانيه. الطريقه بعد كده في عندي كمان امر جي بي ابديت، اغلبنا بقى دايما بنكتب جي بي ابديت على ايه؟ فورس. هيفرق في ايه؟ قال لك دلوقتي لغايه ما يعمل داونلود للاثنين كده، احنا لسه قايلين اساسا ان لو دخلت على اي جروب بوليسي من دول وتحت ديتيلز في عندي هنا رقم اسمه فيرجن. فيرجن قلنا معناه ايه؟ كل ما بعمل تعديل في جزئيه اليوزر كونفيجريشن بيزود بواحد، كل ما بعمل تعديل في جزئيه الكمبيوتر كونفيجريشن بزود بواحد. تمام؟ فلو انا قلت له جي بي ابديت بس كده، تمام؟ هيبدا ان هو يروح اصلا يعمل داونلود للبوليسيز. او للدقه هيتشك على الرقم. للدقة يعمل ايه؟ يتشيك على الرقم، لو لقى ان الرقم زي ما هو يبقى معنى كده ان ما حصلش تعديل في البوليسي دي، هيتشيك على رقم الفيرجن، لو ما لقاش اي تعديل، لو ما لقاش اي زياده في الرقم يبقى معنى كده ان ما حصلش تعديل في الجروب بوليسي دي، يبقى خلاص مش هيكمل، مش هيعمل داونلود للبوليسي. لكن لو انا قلت له جي بي ابديت على فورس اللي احنا عاده دايما بنستخدمها يعني، ده معناه ان انا بقول له اعمل داونلود للبوليسي سواء رقم الفيرجن زاد او مش زاد، مش ليه دعم. ها؟ تمام. واضحه كده؟ تمام. دي طريقه. طريقه كمان، لو انا جيت دلوقتي هنا على الاو يو دي اللي هي الاصليه اللي هي السيلز دي، تمام؟ ممكن اكليك هنا يمين واقول له فين فين فين؟ جروب بوليسي ابديت. هقول له ايه شباب؟ جروب بوليسي ابديت. قال لي بقول لك ايه؟ اعمل بوش للبوليسي دي، يبقى انا كده اصلا وانا على السيرفر ذات نفسه بعمل بوش للبوليسي تسمى على الاجهزه بتاعت اليوزرز. هقول له يس. كلوز. ده ظهر ابتداء من ويندوز سيرفر 2012، ما كانش موجود قبل كده. تمام؟ بس عيب الطريقه دي في حاجه واحده، ايه هي؟ ان لازم عشان ان هي تشتغل لازم يكون الكمبيوتر اكونت جوه الاو يو. يعني انا دلوقتي اقصد يا مان لو جيت دلوقتي على الاو يو دي سيلز يوزرز، سيلز يوزرز جواها اكسس الكمبيوتر؟ لا، ده جواها مين؟ اليوزرز. كليك يمين ولو قلت له هنا جروب بوليسي ابديت ما قبلش. تمام؟ فالكلام ده يتطبق على مستوى بس مين؟ ها؟ على مستوى الاو يوز اللي جواها اجهزه الكمبيوتر. تمام؟ وبيقول لي كمان حتى and all sub containers within the next 10 minutes، يعني الكلام ده برضه مش هيتيك افكت في لحظتها، هيتيك افكت بعد تقريبا قد ايه؟ 10 دقايق. واضحه؟ دي طريقه كمان. طريقه كمان كده كده جزئيه السكيورتي هنشوفها دلوقتي باذن الله، جزئيه السكيورتي في الجروب بوليسي بتسمع لوحدها، مش محتاجه ان انا اعمل كل الهيصه اللي انا عملتها، لا اقول له جي بي ابديت على فورس ولا ان انا اعمل ساين اوت ولا الهيصه دي كلها. بس بعد شويه وقت، بعد قد ايه؟ 90 مينت ثابته بلس 30 راندوم. 90 مينت ده حاجه ثابته وكمان زياده 30 مينت راندوم. يعني ايه 30 مينت راندوم؟ قال لك يعني مثلا ممكن يبقى 90 مينت بلس دقيقه، جهاز تاني 90 مينت بلس 5 دقائق، جهاز تالت 90 مينت بلس ربع ساعه. طب ليه راندوم؟ قال لك اصل هو لو رقم ثابت اجهزه الكمبيوتر كلها هتجمع على السيرفر في وقت واحد يبداوا يعملوا داونلود للبوليسي في وقت واحد، هيعملوا لود على السيرفر. انما لما يكون الرقم راندوم الاجهزه اصلا مش هتهجم كلها في نفس الوقت على السيرفر. تمام؟ يبقى تاني
سامري كده تاني. في عندي كام طريقه الجروب بوليسي بيسمع بيها؟ لو انا لعبت بجزئيه الكمبيوتر كونفيجريشن او اليوزر كونفيجريشن، كمبيوتر كونفيجريشن ريستارت، يوزر كونفيجريشن لوج اوت ولوجن، اليوزر لوج اوت ولوجن، دي طريقه تمام. طريقه ثانيه جي بي ابديت بقى على فرصه على تارجت وات ايفر، بقى احنا فهمنا الفرق. طريقه ثالثه ان انا اجي اصلا على السيرفر ذات نفسه، كليك يمين على الاويو واقول له ها جروب بوليسي ابديت، بس اتفقنا بستنى حوالي تقريبا 10 دقائق كمان، ولازم يكون الكمبيوتر اكونت جوه الاويو دي تمام. طريقه رابعه استنى شويه وقت، قد ايه؟ 90 بلس 30 رد. حد وقع مني كده في اي حاجه هنا؟ تمام. ندخل بقى في جزئيه السكيورتي، هوقف الفيديو ده ونعمل فيديو جديد بقى للسكيورتي.